ومعنا من مدينة القبة وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي عصام أبو زيب. أهلا وسهلا بك أستاذ عصام. يعني لو تضعنا بصورة الأرقام التي توفرت لديكم حتى الساعة. السلام عليكم كريمة وضيوفك الكرام. بالنسبة لمدينة درنة فهي مدينة منكوبة وتعرضت لسيول من نتيجة انهيار الحدود، وراح ضحيتها الآلاف من المواطنين، إن شاء الله ربي يتقبلهم برحمته ويجعلهم من أهل الجنة يا رب العالمين. بالنسبة للأرقام الدقيقة لحد الآن لم يتم تحديد الأرقام الدقيقة لأن عدد المفقودين كثير، ولكن الأرقام المحددة لنا تجاوز 2000 شخص حاليا من الضحايا المتوفيين. ما الإجراءات التي ستتخذوها في هذه المرحلة الصعبة أستاذ عصام بعد إعلان درنا مدينة منكوبة؟ والله حاليا احنا بادين في اتخاذ العديد من الإجراءات. حاليا قاعدين احنا في مرحلة الإنقاذ، نحاول تسكين العائلات التي تعرضت للدمار وتوفير لهم أماكن آمنة وتوفير لهم الملابس والأغذية والمساعدات اللازمة. وحاليا فتح الطرق لأن في العديد من الطرق داخل المدينة ما زالت مغلقة وزال البحث على الضحايا. ما أبرز الصعوبات التي تواجهكم اليوم؟ وكما ذكرت أن هناك العديد من الطرق يعني مقطوعة بفعل هذه المياه وهذا الإعصار وحتى انهيار سدين. والله الطرق تعتبر هيش مقطوعة تماما، في صعوبة في الوصول لكن ليست مقطوعة تماما. جميع المدن المقربة تعتبر الوصول إليها، ولكن في بعض المدن الوصول إليها فيها طرق صعبة شوية وعرة شوية للوصول إليها، لكن لا تعتبر منفصلة تماما على باقي المدن. طيب ما هي أيضا الحاجات الملحة التي أنتم بحاجة إليها أستاذ عصام لمواصلة البحث عن مفقودين أو حتى لمحاولة إنقاذ من هم في المدينة؟ أكثر الأشياء حاليا هو الحمد لله تو حاليا توفرت لبة النداء العديد، سواء كانت من الدول أو من الجهات المحلية أو المدن من أهالي ليبيا، سواء كان من الغرب أو من الجنوب أو في تقديم المساعدات. ولكن أصعب الصعوبات أكثر الصعوبات التي نواجهها هي في عملية البحث على المفقودين التي تم سيرهم تجاه البحر، لأن عندما الوادي انهار السد سال أحياء بالكامل تم دفعها تجاه البحر، وهذا السينان كان ارتفاعه يفوق 15 متر. أنا حتى من كان نايم في الدور الثالث أو الدور الرابع كل تم سيرهم اتجاه البحر. طب من هي الفرق الآن الموجودة أستاذ عصام على الأرض في كل محاولات الإنقاذ، ومع من تتواصلون مباشرة؟ مع من ناحية مع من؟ من الناحية العملية على الأرض، من هي الفرق الموجودة والتي تعمل حاليا لمسح المنطقة ومحاولة إنقاذ الليبيين في هذه المناطق؟ طبعا جميع الفرق هنا متكونه من الادارات سواء كانت تبع الداخليه او من القوات المسلحه، واكثر الفرق التي كانت لها امكانيات في عمليه البحث هي الضفادع البشريه تبع القوات المسلحه واكثر امكانيات وقايمين بدورهم على احسن وجه. انا الدور الاكبر قايمه به القوات المسلحه سواء كانت في عمليه الانقاذ او توفير الاليات والبحث حاليا، وبارك الله فيهم. وكذلك في بعض المساعدات الدولية حضرت من العديد من الدول من الإمارات من مصر، وفيها العديد من الدول قدمت العديد من المساعدات، وما زالت المساعدات إلى الوقت الحالي تأتي عبر الطائرات سواء كان طائرة مطار بنين أو مطار الأبرك.
هل بدأتم أستاذ عصام بإمكانية أو هل هناك الآن إمكانية لحصر هذه الأضرار ومعرفة ما هي أبرز الحاجيات في الساعات المقبلة؟ حصر الأضرار ناحية الأضرار الموجودة المالية مازال الوقت مبكر للإعلان عليه، لأنها أضرار جسيمة جدا ومازال الوقت مبكر حتى يتم الإحصاء وتحديدها بالشكل التحديد. أما الإحصائيات الوفيات بالنسبة لليوم تجاوز 2000 يمكن 2000 2300، أما عدد مفقود فهو رقم طيب أستاذ رقم كبير ولكن ما نقدرش نعتد به، لأن حسب ما يخبرنا الأهالي أو عميد البلدية أو مش عارف شن المنطقة اللي تم صرفها بالسيول يمكن يفوق 15,000، لكن ما نقدرش نضعهم في المفقودين، لأن في من خارج، في من كان خارج المناطق فيه مش عارف شن، لكن توقعاتي أنه حيكون في حدود 5,000 توقعاتي أنا الشخصية. طب هل تستطيعون مع كل هذه البنى التحتية المدمرة أستاذ عصام من التواصل مع من هم موجودين داخل درنة؟ طبعا الدمار في حاجة نتفهمها يا أختي الكريمة، الدمار ليس بذلك الدمار الكبير، الدمار لأن فيه بعض العمارات تم جرفها بالكامل لكن كان اتجهت ناحية البحر. تم دخول المياه إلى الشقق والأحياء السكنية خلال من منافذ واحد وتم كذلك جرفها. حاليا كان مستوى المياه واحد صار الجفاف نتاعها. عندنا بالبعض من العمارات التي فيها دمار، لكن هي المشكلة المنطقة كل من كان كاين في تلك الحي بالكامل صعب أنه مازال على قيد الحياة. يعني كان هناك أيضا معلومات عن أنه 25% من درنا أستاذ عصام يعني تعرضت لخراب كبير، عندما نتحدث عن هذه المدينة بداية يعني ما هي مساحتها؟ هل يمكن أن تعطينا فكرة أساسا عن عدد السكان والطرق التي يمكن الوصول إليها؟ حاليا أقصد طريق واحد طريق مدينة درنا، طريق نودي له من مدينة القبة، هذا أفضل طريق حاليا، الوحيد ليس لم تجرفه السيول. أما الطرق المؤدية من ناحية طبرق أو مدينة ثانية أم الزنفة هي مجرفها بالسيول والطريق إليها صعب. نعم. طب هل هناك لديكم معلومات عن الجنسيات المختلفة وغير الليبية التي تسكن في مدينة أو كانت موجودة في مدينة درنة؟ كان في عديد، هي من الحالين في عديد من الجنسيات حاليا موجودة حتى من بين الوفيات من خلال الاطلاع عليهم، العديد من الجنسيات في ركانة الأفريقية أو المصريين. البارحة تم ترحيل 75 ضحية من الجالية المصرية إلى مدينة طبرق لتسليمهم لجمهورية مصر إن شاء الله. نعم، شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات من مدينة القبة، وزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي عصام أبو زيفا، شكرا جزيلا لك.